السلام عليكم، معكم أتواب رميساء. يعني عيد مبارك سعيد بصحيحة والسلامة إن شاء الله. دابا من ورا العيد راه موجودين، دابا ما كاين عارف فيش طام من ورا العيد إن شاء الله. يعني بزاف ديال المغاربة أجلوا العراسات من ورا العيد، كاين الجديد الحمد لله، كاين تكاشط، كاين قفاطان، كاين لي با، كاين دهاز العروسة كامل مكمول. بالنسبة للرميساء جي أختي وما تحيريش وجي وتقدر تاخذي دهاز كامل، يعني من الجلابة والقميص والتكشيطة والقفطان وبثمن جد جد مناسب، الثمن ديال بياسة واحدة. تقدر تجي هنا وديري الباك ديالك على ذوقك أنت، يعني باك تكشيطة زائد قفطان زائد ليجا مثلا زائد بغوشي دو سوا زائد خريب الحاج عمر، كاين الخير موجود ان شاء الله. موجودين ان شاء الله السلعه ديال دابا، حيت في رمضان كنا خدامين في جليلبات والقميصات الاغلبيه كانوا كيشريوها. بالنسبه للعيد راه الناس كتوجد دابا العراسات كما قلت لك، يعني كاين التكاشط على الشكلات والنوع، كاين تيل شاغو منبت باليد، كاين الطارز، كاين التليجه موبرا، كاين التليجه ديال الحرير، كاين جوهره، كاين يعني الخير موجود خصوصا التليجه موبرا راه على مود وطوندونس هذا العام هذا ان شاء الله. العيد النهار ديال العيد صراحه الناس كتكون اصلا وجدات داكشي اللي غادي تلبس في العيد. بالنسبه للمناسبه ديال العيد كيجيو كياخذوا غير التفكور، يعني كياخذوا واحد الجلابه اللي باقا ما مخيطاش، مثلا قميص كتاخذوا العكوسه ولا جلابه كتاخذوا العكوسه، ولا الخطيب كياخذوا كياخذ يعني العروسه ديالو، ولا كادو لماماها، ولا شي انسان عزيز كيبغيو نهار العيد يمشيو عنده ويمشيو هازين في يديهم واحد الكادو ديال اتوب رميسا. كما قلت راه المغاربه معروفين بالجود والكرم ديالهم، ضروري خصك تدخل على شي واحد عامر كيستغلوا هذه المناسبه ديال العيد الفطر وكياخذوا معاهم شي حاجه ديال التقليد. الاغلبيه كياخذوا جديلبات ولا قفيطان ولا تكشيطه على حسب المناسبه اللي هما واقفين عليها هذوك الناس. اللوينات اللي خارجين طوندونس هو صراحه كيكون واحد اللون ولا لوين هما اللي كيكونوا خارجين طوندونس، اما الاغلبيه الناس كتلبس جميع الانواع. علاش؟ يقدر يكون واحد اللون خارج طوندونس هو ما كيوالمش اللون ديال البشره ديالك مثلا، ولا الطول ديالك، ولا الغلط ديالك، ولا بزاف ديال التفاصيل يعني كيلعبوا في الاختيار ديال اللون بالنسبه للمراه. وفي الصيف كي معروفين يعني كيتمشاو الالوان الفاتحه اللوينات الصيفيين اللوينات الباستيل. الرجال راه كنوجدوا لهم السوستي، كنوجدوا لهم الوزانيه، البزيويه، المليفه، يعني الجيم، كاين ما يتشاف بالنسبه للرجال، يعني الخير موجود الحمد لله. ايوا نقول لهم عيد مبارك سعيد ويعيدوا بالصحه والسلامه ويعيدوا لحد 100 عام عاوتاني من وراء العيد هذا ان شاء الله.